اكتر من رائع. السلام عليكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بالف خير. قبل ما ابدا كلام يا جماعه، بجد عايزين يعني نبعت شكرا من القلب للراجل اللي كان بيتكلم قبل، دكتور اسلام وصفي الكايزن دايركتور. عايزين يا جماعه نبعت له نقول له ثانك يو سو ماتش على كل المعلومات الرائعه اللي اداها لنا في خلال ال 40 دقيقه او ال 30 دقيقه اللي فاتت. بجد ثانك يو سو ماتش على كل المعلومات دي. ولكن في البدايه يا جماعه خليني في الاول اعرف حضراتكم بنفسي للناس اللي اول مره نتقابل. انا اسمي اسلام محمد، في الاصل دكتور صيدلي، خريج كليه صيدله جامعه القاهره دفعه 2010، وبشتغل بزنس النتورك ماركتنج. والبزنس اللي حضرتك بتسمع عنه النهارده ده بقالي 13 سنه بشتغل الشغل ده. علاقتي بصيدله النهارده شبه علاقتي بالفنانه انجلينا جولي، لا يوجد اي علاقه من اي نوع من اي اتجاه تماما تماما. سبت صيدله وركنت الموضوع ده على جنب خالص، واشتغلت بحاجه ملهاش اي علاقه بصيدله، وده الشغل اللي انا بشتغله حتى يومنا هذا. ولكن قبل ما ابدا كلامي، حابب بس اقول نقطة صغيرة جدا، يا ريت كل الناس اللي موجودة معانا في الويبينار، يا ريت يا جماعة يكون بس معانا ورقة وقلم، عشان هنتكلم في شوية تفاصيل وشوية حاجات مهمة هتفيد كل الناس اللي موجودة معانا في الميتنج. مبدئيا في ثلاث انواع من الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. النوع الاول هو نوع قاعد فاهم كل حاجة، الله اكبر عليه، ما شاء الله، فاهم كل حاجة من اول الميتنج، وبعد كل ما تيجي تتكلم في نقطة لك خش على بعض، خش على بعض، انا تمام، انا فاهم كل حاجة. ده النوع الاول. النوع الثاني نوع قاعد عارف، شوف انا فاهم يجي 50 60 70% من الموضوع، بس انا عندي شويه اسئله كده، لو حد يجاوبنا عليها بجد هبقى ممتن ليكم ومبسوط. صح ولا صح يا جماعه؟ مش في ناس كده؟ في ناس كتير عماله تبعت. ايوه بالظبط كده، في ناس كتير كده. طيب اما النوع الثالث، هم دول اسمهم ايه يا جماعه؟ العباقره، اللي عاملين زي لما كان بيتشرح لي الشغل ده في سنه 2010، قاعدين عاملين كده. انت فاهم حاجه؟ طب انت فاهم احنا بنقول ايه؟ طب انت شايف حاجه انا مش شايف حاجه، انا حاسس ان في فلوس في الموضوع، بس ثلاثه بالله العظيم ما عارف انا هعمل ايه. انت عاوزين مني انا ايه؟ انت انا المفروض اعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ ها ماشي يا عم، رحلات وفوركس وكورسات، انا اعمل ايه؟ عاوزين مني انا ايه؟ انا ايه اللي مدخلني معاكم الميتنج ده؟ لو انت لو انت من النوع التالت، لو سمحت ابعت لي رقم ثلاثة دلوقتي حالا حالا، وبين لي ان انت من العباقرة. ايوه الله ينور عليكم، ما شاء الله، الميتنج كله عباقرة ما شاء الله. طيب بص طيب بص يا عمي، وبص يا استاذ ويا استاذه ويا كل الناس اللي موجودين في الميتنج، عايزك تركز معايا في الكلام اللي جاي، عشان هفصص لك الدنيا كلها دلوقتي، هفتح لك مخك كده وادخل لك المعلومه ونقفل مع بعض وتفهم كل حاجه وعلى الهادي والدنيا زي الفل. ماشيين مع بعض؟ الو ماشيين مع بعض يا جماعه؟ تمام؟ طيب طالب منك طلب بس، يكون معاك ورقه وقلم، ولا اكثر ولا اقل من ذلك. شوف يا استاذ، بمنتهى البساطه جدا، احنا بنعمل ايه؟ احنا ناس متخصصين بقالنا 13 سنه في ازاي نشتغل في بزنس اسمه البيع المباشر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب احنا عندنا نظام بنقدر نعلم بيه اي انسان ايا كان هو مين وايا كان خبراته ايه وايا كان فاهم ولا مش فاهم في الشغل بتاعنا ازاي ينجح فيه. حلو؟ حلو. في شركه اسمها جيفو. شركه جيفو دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا كشركه اسمها اسم جيفو هعلمك ازاي تعمل مصدر دخل باستخدام الانترنت. السؤال، حاجه دي حلوه ولا حاجه وحشه يا جماعه؟ الو، حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ انك تقدر تعمل دخل باستخدام الانترنت، مرعب، حلو جدا، رائع تماما، باستخدام مجالات كتير، زي مجال السياحه الاونلاين، زي مجال التعليم لمهارات معينه اونلاين، اداره مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الالكتروني وامازون اف بي اي وحاجات كتير كده. رقم ثلاثه الفوركس والتداول. حلو الكلام؟ زائد النقطه الرابعه والاهم، هو ازاي تقدر تعمل دخل باستخدام ما يسمى بالبيع المباشر اللي احنا اصلا متخصصين فيه. جميل؟ جميل. طيب انا موجود معاك النهارده ليه؟ عشان اقول لك نقطتين اتنين. النقطه الاولى، عايز كل الناس يا جماعه تكتب معايا الكلام دوت. النقطة الأولى، إزاي تعمل الكلام ده؟ أنت طبيعة شغلك إيه؟ ودي النقطة الأولى اللي هجاوب عليها حالا دلوقتي.
وطبعا بعدها هيبقى في مجال للاسئله في خلال 3 4 دقائق، لو حد عنده اي سؤال يبعت لي وانا هجاوب على كل الاسئله. حلو الكلام؟ طيب النقطه الثانيه هي اجابه على سؤال مهم جدا. لو انا النهارده بدات اشتغل مع شركه جيفو، حلو، في خلال وقت قد ايه اعمل فلوس قد ايه؟ ركز معايا، في خلال وقت قد ايه اقدر اعمل كام؟ وده السؤال اللي كل الناس اللي في الميتنج عايزه اجابته، صح ولا مش صح؟ الو، صح ولا مش صح يا جماعه؟ 100%. يلا ركز بقى معايا جدا جدا جدا. النقطه الاولى، طبيعه شغلك ايه والدنيا هتمشي ازاي وايه المطلوب منك اصلا عشان تعرف تعمل دخل باستخدام كل الوسائل اللي جيفو ومصادر الدخل اللي جيفو بتقدمها. ثلاث حاجات، اكتب معايا. احنا عندنا منظومه اسمها منظومه كايزن، اكتب كده عندك، منظومه اسمها ايه؟ كايزن. خلاص، كايزن دي هي المنظومه التدريبيه المسؤوله عن تعليم الناس ازاي يشتغلوا الشغل ده. نقول كمان، المنظومه التدريبيه المسؤوله عن تعليم كل الناس ازاي يشتغلوا الشغل ده. المنظومه دي بتقول لك ايه؟ بص، انا هشترط عليك ثلاث اشتراطات، والاشتراطات دي يا جماعه دي اشتراطات وطلبات لكل الناس اللي ناويه تشتغل معانا. الثلاث حاجات دول كايزن دي بتقول لك لو انت ناوي تعملهم اهلا وسهلا، احنا نضمن لك انك تعمل فلوس من الشركه دي. لو مش ناوي تعملهم مباشره كده، انا كاسلام اهو بقول لك لو سمحت روح اشتغل حاجه تانية، الشغل ده مش هينفعك. حلو الكلام؟ الو، حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه هما بقى الثلاث حاجات دول؟ اكتب معايا يلا. رقم واحد، اول حاجه مع الصوت لهذا العطل الفني. الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح؟ اوكي. طيب بمنتهى البساطه جدا، ايه هما الثلاث اشتراطات؟ يلا، رقم واحد، اول حاجه، اول شرط في الثلاثه، ان حضرتك تكون متوفر معاك انك تشتغل 3 ساعات كل يوم. سؤال، حد عنده مشكله يا جماعه انه يشتغل 3 ساعات كل يوم؟ الاجابه اه. لا، عندك مشكله؟ لو لا ما عندكش مشكله، ابعت رقم واحد على الشات. بيرفكت، حلو جدا. يبقى رقم واحد ان انت تكون عندك متوفر 3 ساعات. 3 ساعات تشتغلهم امتى وفين؟ امتى؟ في اي وقت انت حابه، فين؟ في اي مكان انت عايزه، حتى لو من البيت. طب يا سامي، هو ده اسمه شغل؟ اه، انا زي ما قلت لك تقدر تعمل شغل باستخدام الانترنت، فممكن تقدر تعمله وانت في البيت. دي النقطة الأولى. طب النقطة الثانية هي إيه؟ الشرط الثاني هو الالتزام بحضور التدريبات. الالتزام بحضور التدريبات. حد عنده مشكلة يا جماعة بإنه يلتزم في حضور تدريبات تعلمه إزاي يشتغل الشغل ده؟ الإجابة آه. لأ، لو ما عندكش مشكلة ابعت لي رقم 2 على الشات. حلو قوي الكلام دوت، كل الناس ما عندهاش مشكلة. طب يا سام، إيه نوع التدريبات؟ بص، في نوع الاول اسمه تدريب فردي، والنوع الثاني اسمه تدريب جماعي. التدريب الفردي انك انت بتتعلم مع حد اسمه المدير المسؤول، بيمشي معاك خطوه بخطوه في كل الحاجات، ازاي تكسب فلوس من السياحه، ازاي تكسب فلوس من بسبب الايديوكيشن، ازاي تكسب فلوس من الفوركس، وازاي تكسب فلوس من النتورك ماركتنج والبيع المباشر. حلو جدا. طب يا اسلام، الشخص ده هيعلمني ايه بالظبط؟ هيعلمك كل التفاصيل ويقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. وخلي بالك، اكتب معايا النقطه دي، إذا مشيت مع الشخص ده في أول 10 أيام، في أول كام يوم؟ 10 أيام، تقدر في خلال أول 10 أيام لو بتشتغل 3 ساعات كل يوم وبتسمع كلام الشخص ده، تقدر إن أنت تعمل دخل متوسطه في أول 10 أيام تقريباً $1000 في خلال أول 10 أيام. حلو الكلام؟ ألو، حلو $1000 في 10 أيام يا جماعة؟ حلوين؟ حلوين؟ بيرفكت، تمام. حلو جدا، ده بالنسبه للتدريبات الفرديه. طب التدريبات الجماعيه بتكون مع حد اعلى من المدير المسؤول بتاعك، والشخص ده بيبقى دوره انه يدي تدريب لمجموعه من الناس، انت بتكون واحد منهم، وده بيكون تدريب كل اسبوع. طب يا اسلام، انا عايز اسال سؤال، انا هعرف منين التدريبات دي؟ هعرفهم يعني هحضر التدريبات دي منين؟ مين هيقول لي على التدريبات دي؟ مين اللي هيعرفني على المدير المسؤول دوت؟ اكتب معايا كده، الشخص ده هو الانسان، اكتب كده،
اللي عرفك على الميتنج؟ اكيد انت دخلت الميتنج ده ما لقيتش لينك ازرق على الفيسبوك، رحت دايس عليه ولقيت نفسك معانا في الميتنج، مساء الخير انت بتعملوا ايه؟ اكيد لا، في حد دعاك قال لك والله تعالى في بزنس اوبورتيونيتي وفي فرصه كذا كذا كذا، اهو الشخص ده هو اللي هيعرفك بالتفصيل على المدير المسؤول، على الشغل، على كل حاجه ليها علاقه بالتدريبات وكل التفاصيل دي. جميل؟ جميل. يبقى رقم واحد اشتغل 3 ساعات كل يوم. 2 احضر تدريبات. 3 والأخيرة إيه؟ وأنا أقولها لك بمنتهى الحب. حلو؟ بمنتهى الحب. النقطة الثالثة هو إن حضرتك بمنتهى البساطة جدا محتاج إنك تطبق الكلام اللي اتقال لك. يعني إيه؟ هيتقال لك إعمل 1 2 3، من فضلك إعمل 1 2 3. ما تعملش 1 2 وتسيب 3، ولا تعمل 1 2 3 4. حلو؟ لأنه إنك تنقص حاجة أو إنك تضيف حاجة بيبوظ كل اللي إحنا بنعمله. حلو الكلام؟ حلو الكلام. إذن كل المطلوب منك انك تعمل 3 حاجات، 1 3 ساعات شغل كل يوم، 2 حضور تدريبات، 3 تطبيق الكلام اللي يتقال لك. السؤال هنا بيقول يا اسلام، لو انا مشيت على ال3 حاجات دول كده انا هعمل نتائج؟ باذن الله بنسبه 100% هتعمل نتائج. طب اشمعنى يا اسلام انت بتقول 100%؟ هقول لك ليه. انا راجل بقالي 13 سنه بشتغل الشغل ده، وممكن تكتب عندك المعلومه دي وانا اعلنها صريحه قدام كل الناس اللي موجوده معانا في الميتنج صريحه. اي حد، انا بقالي 13 سنه ما شفتش حد عمل ال3 حاجات دول، 3 ساعات شغل كل يوم وحضور تدريبات طبق الكلام اللي بيتقال لمده من 30 الى 60 يوم وما عملش نتائج. انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده، ولا مره ولا مره، ايا كان هو مين، ايا كان خبرته ايه، ايا كان. في ناس تقول لك ايه، طب انا مع في محتاجين مؤهل معين، لا. طب محتاجين لغه، لا. طب محتاجين مثلا واحد يكون عنده مهارات معينه، برضه لا. طب علاقات، لا. طب اسم هو التدريبات دي بفلوس، لا ببلاش. نعم، يعني التدريبات اللي انا هاخدها عشان اتعلم الكلام ده كل ده فور فري، فور فري. طب معلش سؤال كمان يا اسلام، معلش، هو التدريبات دي بتبدا يعني التدريبات دي بتكون فين؟ عن طريق ابلكيشن الزوم اللي حضرتك معانا عليه، يعني اونلاين برضو التدريب؟ طب معلش سؤال كمان يا اسلام، هو انا دلوقتي لو انا بعيدا عن التدريبات هشتغل امتى؟ هبدا شغل امتى؟ اول ما بتاخد قرار انك تبدا معانا وبيكون ليك حساب جوه شركه جيفو، ساعتها بس بتبدا ان انت تشتغل معانا. طب كمان سؤال يا اسلام، معلش، التدريبات بتبدا من امتى؟ من اول يوم، والشغل من اول يوم بعد ما يكون ليك حساب وتكون واخد الباقه بتاعت الشغل مع شركه جيب. طب معلش يا اسلام سؤال كمان، هو انا النهارده لو نزل لي مثلا عمولات عملت فلوس، هقبض العمولات منين؟ اكتب معايا. 1 عن طريق تحويل بنكي، ممكن الفلوس تتحولك على حسابك في البنك. 2 عن طريق فيزا، الفيزا دي بتكون كارت فيزا بيجي لك لحد باب البيت، تسحب منه الفلوس بتاعتك من اي مكان تصرف آلي او اي تي ام ماشين في العالم. حلو. 3 كاش، تاخد الفلوس كاش، كاش بالتنسيق مع المدير المسؤول باستخدام ساين اب توكن، عشان ما بقى بتقول حتى لو فلسطين، حتى لو فلسطين. يبقى رقم 3 كاش. رقم 4 في بعض الدول يو اس دي تي او العمله الرقميه اللي اسمها اليو اس دي تي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اذا يا عم اسلام، ده ال4 مجالات اللي انا او ال4 طرق اللي انا اقدر اعمل فيهم او اقدر اقبض بيهم الفلوس؟ الاجابه ايوه بنسبه 100%. ايوه يا عبد الرحمن بنسبه 100%. حلو الكلام؟ الو، حلو الكلام؟ بيرفكت، بيرفكت. طيب يبقى اذا ده طرق الدخل او طرق القبض اللي انا بقدر اقبض بيها فلوس. طيب في حد بعت لي سؤال بيقول لي لو انا طالب في الجامعه ينفع اشتغل؟ طبعا ينفع تشتغل لو انت طالب في الجامعه، لو انت موظف، لو انت فاتح مشروع، لو انت اي حاجه من غير مؤهلات مطلوبه تقدر تشتغل معانا، ايا كان سنك، من اول سن 18 سنه حتى سن حاجه و60 سنه، يعرف يشتغل معانا ويعمل دخل كبير جدا باستخدام البيزنس الاونلاين. حلو. طب يا اسلام، هو الشركه دي شغاله فين؟ شغاله، اكتب عندك، في جميع دول الوطن العربي بالكامل. يعني الناس اللي بتسالني على ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وكل دول الشرق الاوسط بالكامل، دول الوطن العربي كلها جيفو بتشتغل فيها بمنتهى القوه، وطبعا كمان اوروبا وافريقيا وفي امريكا وفي كل دول العالم تقريبا جيفو اوريدي شغاله، وفلسطين طبعا على راس القائمه بالكامل. طيب انا مقيم في سوريا، ينفع اشتغل معاكم؟ ايوه. كيفيه العمل في ليبيا نفس الطرق اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. اوكي. انا طالب في الجامعه، كيف فيني احضر التدريبات؟ عن طريق الاونلاين.
ممكن تتكلم عن الخطة التسويقية والربح. اوكي، ما انا دكتور اسلام لسه متكلم عنها من شوية، سلطنة عمان مسقط طبعا الشغل شغال هناك جدا، العراق طبعا طبعا طبعا، السعودية طبعا الشغل شغال هناك، 3 ساعات متفرقة. مش لازم ال3 ساعات اللي هتشتغلهم يكونوا 3 ساعات ورا بعض، ومش لازم يكونوا الصبح، ومش لازم يكونوا بالليل، 3 ساعات في اي وقت من اليوم، ايه من اليوم بتاعك. اوكي في ناس عماله تبعت نفس الاسئله نفس الاسئله نفس الاسئله. ممكن نعرف مواد التدريب؟ التدريبات الفرديه بيتم تنسيقها مع المدير المسؤول، والتدريبات الجماعيه بتكون غالبا يوم الجمعه او السبت على حسب فريق العمل اللي انت بتكون شغال معاه. حجزتيله ولا ايه يا هندسه؟ حجزتيله ولا ايه الاخبار؟ اوكي طيب، خلينا يا جماعه نخش على النقطه الثانيه. يبقى النقطه الاولى انا عرفت مطلوب مني ايه عشان اقدر اعمل فلوس في الشركه دي. طب النقطه الثانيه، وعايزك تركز معايا جدا، عايز كل الناس يا جماعه تركز معايا قوي في النقطه الثانيه دي، لان دي اهم نقطه واخر نقطه. اسلام، انا امتى انسب وقت اشتغل فيه مع الشركه دي؟ ده واحد. اتنين، السؤال الثاني الاهم، لو انا اشتغلت في الشركه دي هقدر اعمل دخل قد ايه؟ وانت يا اسلام لما اشتغلت مع الشركه دي عملت فلوس قد ايه؟ ولا انتوا دنيتكم ايه؟ في حد نجح في الموضوع ده اقدر اتكلم معاه ويقول لي تجربته؟ ركز معايا في ال3 نقط دول. رقم واحد، انسب وقت تبدا فيه امتى؟ اكتب معايا، انسب وقت تشتغل فيه مع شركه جيفو هو من النهارده، يوم 13 فبراير، 14 15 ماكسيمم يوم 16 فبراير، ماكسيمم يوم 16 فبراير، يوم الخميس القادم. اشمعنى يا اسلام؟ لانه في قاعده او في حاجه، فرصه الشركه عاملاها، وكان دكتور اسلام بيتكلم عنها شويه، انا هتكلم عنها بالتفصيل. حاجه اسمها ايه؟ الاوائل المستمرين، او اسمهم الفاست موفرز، او اسمهم العملاء اصحاب الولاء. لا مش فاهم حاجه يا اسلام. بص يا عم، شركه جيفو عشان لسه جديده في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، عملت حاجه حلوه قوي. عملت ايه؟ عملت باكج او باقه، ميزه للناس اللي هيشتغلوا مع الشركه دي. فين؟ في اول كام يوم، اخرنا يوم الخميس الجاي. الباقه دي هتخلي اي حد يكون ليه جزء من 2% من مبيعات الشركه في العالم كله كل 3 شهور. نقول كمان، هيكون ليه جزء من 2% من المبيعات بتاعت الشركه في العالم كله كل قد ايه؟ كل 3 شهور، بشرط انك يكون بيشتغل معاك في فريق العمل كام بني ادم؟ 5 او 10. 5 او 10، حلو الكلام. طب ده معناه ايه يا اسلام؟ ده معناها انه حضرتك، في ناس تقول لك ايه، طب افرض يا اسلام انا اشتغلت معاكم في الشغل ده ويعني ما عرفتش اعمل زي ما انتم بتعملوا، لان دي برضو كان سؤال من ضمن التساؤلات بتاعتي. افرض انا ابتديت معاكم في الشغل ده وما عرفتش اعمل يعني اللي انتم بتعملوه. هسالك سؤال مباشر، تقدر يكون عندك 5 اشخاص في الفريق بتاعك في خلال سنه؟ رد عليا، تقدر يكون معاك 5 بيشتغلوا معاك في خلال سنه، اه ولا لا؟ ممكن، وي ممكن، ايوه طبعا، ايوه، واحد بس او اتنين هم اللي قالوا لا، بس كله ايوه، بيرفكت. طيب ركز بقى معايا بمنتهى البساطه جدا، 5 اشخاص يكونوا موجودين معاك في الفريق بتاعك، ده بيضمن لك انك تقدر تعمل دخل من الشركه كل 3 شهور. بس هو الشرط الوحيد الاوبشن ده متاح لكل الناس؟ لا، المتاح لكل الناس هتشتغل هتعمل مبيعات هتعمل فلوس، مش هتشتغل مش هتعمل بعد مش هتعمل فلوس، الا اذا كنت واخد باقه اسمها الفاست موفر. باقه الفاست موفر دي هتخليك لو انت بس كل اللي بدا معاك 5 اشخاص في خلال سنه كامله، كل اللي اقدر اقول لك انك هتقبض 3 شهور، كل 3 شهور هتاخد 2% من مبيعات الشركه وورلد وايد في العالم كله. الله عليك، يعني اذا لو انا اشتغلت هعمل نتائج وفوقيها الجزء بتاع ال 2% كل 3 شهور. طب لو انا اشتغلت والدنيا ما كانتش احسن حاجه في النتائج، اذا انا هقدر اعمل ده بشرط اكون واخد باقه الفاست موفر، وده اللي بيتيح ليك انك تقدر تعمل دخل كل 3 شهور بنسبه 2% بتاخد منها جزء كل 3 شهور. حلو الكلام؟
حلو الكلام يا جماعه، حلو الكلام. طيب يبقى اذا النقطه الاولى ابدا قبل يوم 19 فبراير، سوري قبل يوم 16 فبراير يوم الخميس اللي جاي. اوكي النقطه الثانيه، النقطه الثانيه هي ايه؟ النقطه الثانيه هي انه حضرتك تكون واخد باقه اسمها الفاست موفر. طب يا اسلام لو انا اشتغلت، خلينا نقول بقى لو انا اشتغلت، قول لي كده في 3 شهور ل 6 شهور اقدر اعمل قد ايه؟ بص من 3 ل 6 شهور اذا اشتغلت 3 ساعات كل يوم والتزمت بحضور التريننجز وظبطت الدنيا بيزيكلي، ها بيزيكلي كده مبدئيا حضرتك تقدر تعمل دخل من 3000 ل 6000 دولار في من 3 ل 6 شهور، من 3000 ل 6000 دولار. طب ممكن اكتر بكتير، ولكن انا بقول لك البيزك او الاساسي، الاساسي تعمل من 3 ل 6 شهور من 3 ل 6000 دولار، وده أسوأ حاجة ممكن حضرتك تعملها إذا التزمت بثلاث ساعات شغل كل يوم وحضور تريننجز وطبقت الكلام اللي اتقال لك. هل ده رقم حلو بالنسبة للناس الموجودة أو ولا لأ؟ بجنن، حلو حلو جدا، حلو جدا، خرافي، جميل طبعا، حلو 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 100%. في ناس تقول لك ايه بس اسلام ده مش رقم كبير، انا بقول ايه اسوأ حاجة، اقل شيء ممكن تعمله من 3000 ل 6000 في من 3 ل 6 شهور. طب يا اسلام هو ممكن اعمل اكتر من كده؟ في ناس بتعمل اكتر من كده بكتير، ولكن اذا حضرتك ابتديت تشتغل معانا في خلال الايام اللي جايه هتخش معانا معسكرات تدريبيه مجانيه مكثفه عشان تقدر تعمل اقل شيء المبلغ اللي انا بقوله لك. حلو حلو. النقطه الثالثه بقى والاخيره. طب يا اسلام انا خلاص فهمت، انا كده فهمت المجالات اللي الشركه بتشتغل فيها، وفهمت خطه الدخل والارباح اللي كان دكتور اسلام بيتكلم عنها، وفهمت ان في ثلاث حاجات انا لازم اعملهم عشان انجح في الشغل ده اللي هو ثلاث ساعات كل يوم واحضر تدريبات معاكم واطبق الكلام اللي اتقال، وفهمت ان انا محتاج ابدا قبل يوم 16 عشان باقه الفاست موفر، وكمان علشان موضوع ان انا اعمل من 3 ل 6000 دولار بسبب دخولي في التدريبات المكثفه اللي انتوا هتعملوها. السؤال بقى، انت يا اسلام لما جيت شرح لك الموضوع يعني وافقت على طول؟ بدات ايه كان ايه القصه؟ بص انا اللي خلاني ابدا في الشغل ده ايه؟ ان انا قعدت 5 سنين بشتغل في صيدليات، كل يوم الصبح اصحى من النوم اروح الجامعه، اخلص الساعه 3 العصر، الساعه 4 اكون في الصيدليه، من الساعه 4 العصر للساعه 4 الفجر في الصيدليه كل يوم لمده كام سنه؟ 5 سنين بعمل نفس الحاجه، وكل يوم كنت قاعد اقول ايه؟ اكيد بكره احلى، ان شاء الله الدنيا هتحلو، الاقي سبحان الله المرتب بيجي عند يوم 25 ويحصل له مشاكل نفسيه، وانا اقعد 5 ايام ولا 6 ايام اعاني تماما. فايه اللي بيحصل؟ نفس الحاجه بعملها الاقي نفس النتيجه، لحد ما ادركت بعد 5 سنين انه علشان النتيجه دي تتغير انا محتاج اعمل حاجات مختلفه، لانه فعل نفس الافعال بنفس الطريقه اوتوماتيك هيؤدي الى نفس النتيجه. يا استاذ 5 سنين بعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه ومفيش نتيجه مختلفه، فقلت ايه؟ انا هخبط كل البيبان، لغايه ما جيت اعرض عليا الشغل ده. اول ما اتعرض عليا الشغل ده في سنه 2010 يوم 20/12/2010. الشغل ده اتشرح لي. انا ما كنتش فاهم اي حاجه تماما. بس انا اتكلمت دايركت بشكل مباشر مع الراجل اللي بيشرح، قلت له بص انا هتكلم معاك بصراحه، قال لي قول. قلت له انا خايف. قال لي خايف ليه؟ قلت له خايف لو بدات معاك وما اعرفش اعمل اللي انتوا بتعملوه. قال لي بص في قاعده بتقول لو انت خايف تفشل هتخاف تجرب. صح؟ قلت له مظبوط. قال لي ولو خفت تجرب سيبقى الوضع كما هو عليه. قلت له صح. قال لي طب لو الوضع ده مش عاجبك حياتك كلها هتفضل مش عاجباك، صح ولا لا؟ قلت له والله كلامك منطقي، بس انا متربي على مبدا بيقول لك ايه؟ اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. فقال لي تعرف ان ده اكبر مثل غلط في الكوكب؟ قلت له ليه؟ قال لي لان اللي تعرفه وصلك للي انت فيه النهارده، فلو اللي انت فيه مش عاجبك يبقى اللي ما تعرفوش هو ده اللي فيه الخير اللي انت بتدور عليه. وبعدين انا عايز اسالك سؤال يا استاذ، قبل ما تشتغل في صيدله او في صيدليه كنت بتعرف تشتغل في صيدليه؟ قلت له لا. قال لي اتعلمت صح؟ قلت له اه. قال لي وبعد ما اتعلمت بدات تكسب فلوس من ورا صيدله صح؟ قلت له مظبوط. قال لي نفس الكلام في شغلنا، انت هتبدا معانا وهتتعلم وتبدا تشتغل معانا الشغل ده وبعد كده تبدا تعمل منه دخل.
حلو، قلت له ماشي. شفت من عند الراجل ده وسالت نفسه سؤال واحد بس، هو انا فعلا محتاج فلوس؟ لقيت الاجابه اه. هو انا فعلا ما عنديش اوبشن تاني غير الشغل ده كحاجه مختلفه؟ لقيت الاجابه اه. فسالت نفسي سؤال، طب لو انا ما اشتغلتش الشغل ده ايه اللي هيحصل؟ ولو اشتغلته ايه اللي هيحصل؟ لو ما اشتغلتوش هيفضل الوضع على ما هو عليه، وانا اصلا الوضع ده انا عايز اهرب منه باي شكل من الاشكال، انا عايز الاقي اي حاجه تانيه. طب ولو ابتديت الشغل ده ممكن انجح وممكن ما انجحش؟ الامل في ان انا انجح موجود، انما هنا الامل مفقود. فقلت يا عمي انا هتوكل على الله وهشتغل الشغل ده، ويا رب اعمل منه 200 دولار بس جنب مرتب الصيدليه. ايه اللي حصل معايا؟ اشتغلت الشغل ده لمده قد ايه؟ لمده 6 شهور. وهنا ده الحاجه اللي خلتني اسيب كليه صيدله، ان بعد اول 6 شهور ليا في الشغل ده قدرت ان انا اعمل من الشغل ده 30,000 دولار في اول 6 شهور. في اول 6 شهور. طب انت ليه يا اسلام من شويه قلت لنا من 3 ل 6,000 دولار؟ انا بقول لك دي اسوأ حاجه، انا كاسلام في اول 6 شهور عملت من الشغل ده 30,000 دولار. لو انت مكاني، ها لو انت مكاني وفي اول 6 شهور في شغل جديد عملت 30,000 دولار ما عملتهمش في 5 سنين، تعمل ايه في صيدله؟ تعمل ايه في صيدله؟ ابعت لي على الشات بصراحه، او اول كده هطلقها، هسيبها تماما، هخلع، هولع فيها. صح ولا مش صح؟ 100%. انا عملت ده، سبت صيدله، بدات اركز في الشغل ده. النهارده بعد 13 سنه بيشتغل معايا حوالي 6.5 مليون بني ادم في اكتر من قد ايه؟ في اكتر من 100 دوله مختلفه في العالم. سيبك من اسلام، شوف بقى الناس اللي بتشتغل مع اسلام، عشرات الناس اللي بتعمل داخل 40 و50 و60 الف دولار في الشهر، ومئات الناس اللي بتعمل حوالي من 5 ل 10,000 دولار، وآلاف مؤلفة بتعمل من 2000 ل 5,000 دولار كل شهر. السؤال بيقول يا هل ترى هل ده بسبب ان اسلام جامد؟ لا، بسبب قرار صح انا اخدته في يوم من الايام ان اعمل حاجة مختلفة. ما هو انا عايز انجح في حياتي وانت عايز تنجح، انا عايز احسن من مستواي المادي وانت كمان، وكلنا هذا الرجل، ولكن كلنا ماشيين في طريق اسمه البحث عن الوسيلة. فاول ما تجيلك وسيله افهم ان مفيش وسيله بتبقى على مقاس البني ادم، احنا اللي محتاجين نبقى على مقاس الوسائل اللي بتتعرض علينا. وده اللي خلاني اخد قرار اني ابدا الشغل ده. قرار واحد كان بسببه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى دنيتي اختلفت تماما. في ناس تقول لك ايه اسلام، هو انت بتتكلم في الارقام دي عادي كده؟ الارقام دي كبيره جدا، انا عارف انها كبيره، بس كبيره بالنسبه للشغل التقليدي، كبيره بالنسبه لحد بيشتغل من الساعه 8 الصبح للساعه 9 10 ولا الساعه مثلا 5 6 المغرب، ده كبير. ولكن في عالم رياده الاعمال النهارده والعمل عبر الانترنت يا حبيب قلبي، ده طبيعي، طبيعي ان انت تعمل 1000 و2000 و3000 دولار في الشهر. طب يا سامر انا مش عارف ازاي، ما هو انا جاي اقول لك ازاي، ودي طريقه من الطرق. ولكن كل اللي عليك بعد ما فهمت كل التفاصيل، مين جيف، خطه الدخل والارباح، مطلوب منك تعمل ايه، انسب وقت تبدا فيه قبل يوم 16 عشان باقه الفاست موفر اللي قلت لك عليها، هتعمل من 3 ل 6000 دولار في اول من 3 ل 6 شهور، المتبقي ليك ايه؟ حاجه واحده اكتب معايا كده، انك تاخد قرار. بس قرار بايه؟ بحاجه من الاثنين، انك تروح للشخص اللي دعاك تقول له انا متشكر جدا انك عرضت عليا الموضوع ده، بجد شكرا ليك. ولازم تقول له الحته الجايه دي، الراجل ابو قميص كحلي ده كان راجل عالمي، لو ما قلتلوش كده انت مش هتشتغل معاه، هتتعاقب. تقول له ايه؟ ابو قميص كحلي ده كان راجل عالمي، وتقول له انا عايز ابدا معاك بسرعه، انا فاهم كل حاجه والدنيا تمام، قبل يوم 16 بباقه الفاست موفر عشان نبدا نشتغل مع بعض. ادي اول قرار. اول قرار التاني انك تروح للشخص اللي دعاك تقول له انا متشكر جدا انك عرضت عليا الموضوع ده، وبرده الراجل ابو قميص كحلي كان راجل عالمي، اوعى تنساه، اوعى تنساه عشان ما ازعلش منك. وتقول له انا محتاج اقعد مع حد بسرعه النهارده بكره بالكتير عشان عندي تساؤلات يجاوب لي عليها عشان اقدر ابدا معاكم قبل يوم 16 يوم الخميس اللي جاي علشان اخد باقه الفاست موفر واخش في قصه من 3 ل 6000 دولار في اول من 3 ل 6 شهور. ولكن الحاجه الوحيده اللي انا عايز اقولها لك، اوعى تعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي. اوعى تكون من الناس اللي عندهم المرض بتاع الانسان عدو ما يجهل.
فعشان انا ما فهمتش مثلا حاجه او عشان الدنيا ما كانتش واضحه، لا لا يا عمي مش لاعب، واللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، وليه يخش في حاجه انا مش فاهمها؟ اوعى تكون من الناس دول، لانه عد معايا كام مره اتعرض عليك فرصه وعملت كده كتير، وبعد ما عملت كده في ناس مشيت في الطريق اللي عرضوه عليك وبعد 6 شهور نجحوا ما شاء الله، فانت اصبت بالاحباط وقلت يا اخي لو الواحد كان بس سمع. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، افهم واعرف وخش في التفاصيل، ولما تخش في التفاصيل وتفهم كل حاجه ساعتها خد قرار. يبقى دلوقتي يا هتاخد قرار بانك انت تبدا معانا قبل يوم 16، او عندك تساؤلات فهتكلم الشخص اللي دعاك يقعدك مع حد من الناس المسؤولين علشان يجاوب لك على كل التساؤلات. ولكن أسوأ حاجة ممكن تعملها إنك تكون ضيعت ساعة ولا ساعة وربع من وقتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والموضوع خلص. فدي النصيحة اللي أنا عايز أنصحها لك، وهتكتشف إنه أحسن قرار حضرتك أخدته في حياتك إنك تعمل حاجة مختلفة، وإنك تبدأ في شغل ناس كتير مشيت قبلك فيه وعملت فيه نجاحات. كل عليك هو إنك أنت بس تاخد قرار، وإن شاء الله تكون أفضل وأحسن واجمل قرار حضرتك اخذته في حياتك. ربنا يكرمكم يا جماعه، كان ليا كل الشرف اني موجود معاكم. اسف على العطل الفني اللي حصل في البدايه، ولكن ان شاء الله باذن الله اوعدكم مش هيحصل تاني. شكرا جزيلا جدا 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 ليكم، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.